الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي المشاهدين، اليوم وفي هذه الدقائق نريد أن نعيش مع اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى غالبا ما تأتي سوية، ألا وهي الحي القيوم. قال تعالى: وتوكل على الحي القيوم، وتوكل على الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم ما تقوم به السماوات والأرض وما يقوم به الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته للسيدة فاطمة، وفاطمة كانت ابنته التي يحبها كثيرا، ما إن تأتي إلى مكان إلا قام عليه الصلاة والسلام وأجلسها مكانه إكراما لها بعد أن يقبلها بين عينيها أو في جبينها من كثرة ما يحبها عليه الصلاة والسلام. فقال لها: يا فاطمة إني أحبك فلا تنسي. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابنته الحبيبة، يقول لها: لا تنسي هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء شامل وكامل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لم يبق عليه الصلاة والسلام شاردة ولا واردة في حياة الإنسان إلا جمعها في هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، شأني كله، حياتي، عباداتي، رزقي، أموالي، أبنائي، زوجتي، كل ما يحيط بالإنسان، أصلح لي شأني كله. ثم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تمام الضعف للإنسان أمام الذات الإلهية، أنه: يا رب أنت توكل أموري، لا تدع أموري، لا تكلني إلى نفسي فنفسي أمارة بالسوء وأنا ضعيف أمامها، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى ابنته الحبيبة بهذا الدعاء والإكثار منه، حري بنا سادتي أحبتي إخوتي أن نحفظ هذا الدعاء ونردده باستمرار: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وورد في الوابل الصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أو أهمه أمر قال: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وإذا ألح في الدعاء قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إذن الحي والقيوم من أسماء الله عز وجل المتميزة، حتى قال بعضهم هي من اسم الله الأعظم، لأنها وردت في أعظم آية في كتاب الله اللي هي آية الكرسي، انتهت: وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. إذن قال تعالى في سورة البقرة في
آية الكرسي في مطلعها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي نهاية الآية وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن مطلع الآية كان الحي القيوم، الحي الذي لا يموت. قال بعض العلماء هذا الاسم له علاقة بحياة القلوب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال أوصاني أستاذي وشيخي اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال له إن لهذين الاسمين الحي القيوم ارتباط بحياة القلوب، ارتباط مباشر بحياة القلوب فأكثر منها. ومما ذكر أنه كان قد جرب أنه يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 يوما يكرمك الله تعالى بحياة قلبك. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. هذا وإن لم يرد في السنة ولكنه من المجربات. عموما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالدعاء بالحي القيوم لما لهذين الاسمين العظيمين من مكانه. وبعض العلماء قالوا إما هما من أسماء الله الاسم الأعظم، وإما الله الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، جمعا بين الروايات التي ذكرت اسم الله تعالى. لذلك علينا أن نكثر من الدعاء اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سادتي المشاهدين، حياة القلوب مسألة أريد أن أتوقف عليها، بما أن العلماء قد ذكروا أن هناك ارتباط بين الدعاء بالحي القيوم وبين حياة القلب. قلب الإنسان عندما خلقه الله تبارك وتعالى جعله ملكا على بقية الأعضاء، فالأمر والإرادة تخرج من هذا القلب، فالأعضاء تنادي القلب تقول له إنما أنت ملك ونحن جنود، فالله الله فينا أو اتق الله فينا، يعني أمرنا باتجاه الطاعة ولا تأمرنا باتجاه المعصية. لذلك الله جل جلاله جعل هذا القلب في مقام الآمر الناهي على بقية الأعضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. هذا القلب عندما تكثر عليه المعاصي والذنوب والخطايا تنكت فيه نكتا سوداء، باستمرار هذه النكت يتغلف هذا القلب بالسواد حتى يكون الذنوب والمعاصي كران يغطي هذا القلب، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حتى إذا أراد أن يوعظ أو تأتيه الموعظة أو الذكرى أو آيات من القرآن الكريم أو يشاهد الميت أو يشاهد يعني عظة أو عبرة من عبر الله تعالى في هذه الأرض،
تصطدم هذه التذكرة بالران فلا تتغلغل إلى القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا القلب الذي امتلأ بالسواد وتغطى قال كالكوز مشخيا. الكوز هو كوب منخوص يوضع فيه قير، وهذه كان موجودة في حتى أهل بغداد القدامى يعرفونها، خوص كأس وفيه قير يسمى الكوز. مشخيا يعني مقلوبا، فهذا على سواده وهو مقلوب لا يحوي ماء ولا يحوي خير، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب اللي أصبح قلب منافق، هذا مو قلب مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ما دامت السماوات والأرض، يعني تغلف هذا القلب ثم يقسو ويموت. لذلك قال العلماء ابحث عن قلبك في مواطن، منها قراءة القرآن، منها مجالس الذكر أو الصلاة، منها مجالسة الإخوان أو الموعظة. فإذا لم تجد لك قلب في هذه المواطن ولم تتأثر فابحث لك عن قلب، فإن قلبك ميت. لذلك نحن نعيش مشكلة، مشكلة قساوة القلوب التي وصلت إلى مستوى كبير. فعلينا أن نتنبه إخوتي إلى هذا الاسم، اسم الحي القيوم، ونكثر منه. عسى الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا ويحيي قلوبنا، فإن الله عز وجل قد وصف أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فهداية القلب وحياة القلب وعطايا القلب هي من الله تعالى، فعلينا أن نكثر من الدعاء بالحي والقيوم ونردد هذا الاسم، ولا بأس أن نردد الدعاء الذي علمنا إياه وجربه شيخ الإسلام في أن يقول ما بين سنة الفجر وصلاة الفجر، هذه الفترة المهمة للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة من أرجى الدعاء أو من الأوقات المباركة لقبول هذا الدعاء. نكثر إخوتي أحبتي، نكثر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم أصلح شأننا كله، ولا تدعنا أو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عسى الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا القاسية وتكون مفتوحة لنور القرآن الكريم، ومفتوحة للمواعظ التي تأتينا والعبر في هذه الحياة. عسى الله تعالى أن يحيي قلوبنا يوم تحيا القلوب في ذلك الموقف الرهيب الذي لا ينجو منه إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين.